ايه هي حمله عز سطيرك؟ والله يا حمله عز سطيرك احنا جمعنا كل هواه المربين العصافير الاسترالي وانواع تانية ان احنا مش هنبيع الانتاج بتاعنا خالص، والله عشان في استغلال غريب في السوق. تمام، ده من التجار بياخدوا مننا بسعر وبيتصدر بسعر تاني خالص، يعني جزء الزغاليل بيتكلف عليا لحد ما بيطلع للسن اللي حضرتك شايفه دوت. تمام، سن 3 شهور، دول كده 3 شهور فحضرتك، دول بيتكلفوا عليا 63 جنيه ونص سواء من اكل او شرب وعلاج، طبعا غير الخضار غير القمح المنقوع. تمام، كل الكلام ده كله طبعا غير النظافة غير 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 غير. حلو، وفي الاخر خالص ابص الاقي الاسعار تطلع بره. تمام، بكام بقى؟ يعني في لبنان بيوصل ل 30 دولار. تمام، في الكويت 20 دينار كويتي. تمام، 30 ليرة سوري. حلو، يعني ده الكلام ده اللي انت بتقوله حوالي 600 جنيه مصري بالظبط، يعني هو بيشتري منك ب 60 جنيه يوم ما بيقول هو دفع قوي وحاجه كويسه. تمام، يقول لك انا دفعت 70 جنيه 80 جنيه كبيره. كبيره، والتاجر الكبير ما بينزلش، ده بينزل سريحه صغيرين، هو نازل عامل ان هو هاوي. بيشتري، هو يشتري منك ب 60 جنيه ويصدره ب 600 جنيه بالظبط بالظبط. انتوا كام واحد في حمله عز سطيرك؟ هو اللي بدا الحمله كان استاذ محمد منير عبد الوهاب، ده اصلا مزارع من المنصوره بيزرع الاكل بتاع العصافير. احنا حاليا دلوقتي وصلنا 1585 عضو على الجروب اللي احنا عاملينه اللي هو عم عز سطيرك. مصر بتساهم تمام بنسبه 75% من انتاج العالم في العصافير الاستراليات العاديه خالص. تمام، وفي انواع تانية برضو من الاستراليات زي الانجليزه والنص الانجليزي، يعني انا عندي حاجه هنا مستواها مش قوي قوي.